عالم الفلك والطبيب الفيزيائي ابن سينا. في عام 1920 الأديب الأمريكي راي برادبيري. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1958 الأديب الفرنسي روجيه مارتن دوغار، والحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1937. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. زينب، أولى فقراتنا لليوم مع ركن حمل لمساد أمهات الشهداء اللواتي تصدرن قلب مدينة المعارض بأعمالهن، جناح تتنقل به بين محافظات عدة، لكن لأم الشهيد بصمة واضحة، بصمة إرادة وكبرياء. اليوم رح نتوقف مع السيدة رحاب الخجة، وهي رئيسة لجنة التنظيم لورشة مجموعة أم الشهيد المشاركة بمعرض دمشق الدولي، وأيضا أم الشهيد امتثال خير الله. أمام هذا الركن بكل ما حمله من إرادة جسدتها القطع المعروضة، وصلابة سيدة تحدت الظروف لتثبت وجودها. لنتعرف أكثر عن هالمشاركة اللي عم تعني كثير على أرض المعارض بسنة، يكونوا موجودين معنا ضيوفنا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباحكم. صباح الخير سوريا. أكيد. صباح المعرض. صباح المعرض. صباح الجيش العربي السوري. أكيد. أكيد. يسعد صباحك مدام رحاب. يسعد صباحك. صباح. مدام امتثال. بداية رح نتوجه بالحديث لسيدة رحاب لنحكي أكثر عن مجموعة أم الشهيد بنشاطها بدعمها للمرأة السورية، وخاصة يعني هي خاصة أمهات الشهداء. نحن مجموعة أم الشهيد السجان سيد قازان هي أسستها كأم شهيد، ولقيت أنه يعني حلو الواحد يهتم بأمهات الشهداء مثل ما هي عندها هاي الشعور، فأكيد حسيت بغيرها. وكان من ضمن المجموعة تبعتنا هو أنه نأسس ورشة ندعم فيها أم الشهيد، أو حتى مو بس أمهات الشهداء، ممكن سيدات مهجرات، ممكن أي حدا بحاجة لعمل. يعني بلش مشروعنا بتدوير الأقمشة، سواء مستعملة أو أقمشة مساطر مثلاً أو أشياء صغيرة ما أنا بحاجتها. يعني ابتدى مشروعنا مع أمهات الشهداء، في منهم كانوا عاملين دورات خياطة مع سيريتين وأخذين ماكينة بس ما عندهم شغل. بلشوا بهذا المشروع أنه نعطيهم نحنا شغل، وهيك بلشت ورشتنا تكبر شوي شوي. أكيد ست رحاب، نحن بنوجه تحية كمان للست جانسيت قازان، كان المفروض تكون معنا بس لظروف القاهرة اعتذرت. كنا عم نحكي عن وجود أم الشهيد بمعرض دمشق الدولي، وأيضا أنه كيف أم الشهيد جيرت هذا الحزن لقوة لعطاء. كانت بكل قطبة عم تحكي حكاية وطن وحكاية شهيد. خلينا نحكي عنك ست امتثال، تحكينا عن مشاركتك، وقديه حاسة اليوم بالفرح انه هذا تجسيد لانتصار يمكن الجيش العربي السوري وانتصار لدماء الشهداء كمان. مثل ما حكيت مدام رحاب، نحن مجموعه يعني اجتمعنا مع بعض امهات شهداء، كلنا جرحنا واحد، وطلعنا من الجو اللي نحن فيه، ولما نسمع قصه ام شهيد كيف استشهد ابنها، فبتلاقي يعني مين في معك مثل حكايتك مثل جرحك. وشمعتنا مدام ام خالد مدام جانسيف، وساوينا ورشه الخياطه، وصرنا ما احنا يعني نخيط تمام. وكل قطبة بتلاقي بتحسي فيها يعني تتذكري ابنك، تتذكري انه مثلا هيك، لا انا بدي كمل، هو كان له مسيرة وانا بدي كمل مسيرة من بعد منه. واكبر دليل انه نحن عم نشتغل هلأ، وسوريا ان شاء الله نحو النصر، وان شاء الله منتصرين باذن الله بفضل دماء الشهداء وجرحانا، وفضل جيشنا الباسل بقيادة سيادة الرئيس بشار الاسد. الحمد لله مستمرين ان شاء الله. أكيد.
أكيد نحن مستمرين بدماء شهدائنا بتضحيات أبطالنا على الجبهات. رح ننتقل لألك ست رحاب لنحكي عن مشاركتكم ضمن فعاليات وأجنحة معرض دمشق الدولي اللي بدورته هو 59 يلي شكل انتصار لسوريا، شكل يعني معادلة صعبة جدا لكل العالم. صحيح، هلا هن كأمهات شهداء عم يشاركوا بالنصر. نحن بنعتبر بدايات النصر هي افتتاح المعرض هذا العظيم، هالصرح العظيم الحضاري اللي السوريين بيعني لهم كثير وبيعني دوليا وعالميا، لأنه معرض دمشق الدولي هو بشارك في كل العالم كان. فنحن بالنسبة لنا مشاركتنا كأمهات شهداء مشاركة بالنصر. لما بنشارك بالمعرض بنشارك بالنصر وبالأعمال، مهما كان المشروع بسيط بالأخير هو أعمال. كيف عم تلاقوا إقبال الناس وردود فعلا لما عم تلاقي منتجات لأمهات الشهداء؟ هل عم بيحبوا الفكرة؟ عم يقتنوا الشيء؟ طبعا عم يحبوا الفكرة، طبعا كثير ناس عم يزوروا عم يتفرجوا، ناس عم تشتري. طبعا نحن بيهمنا نبيع للدعم، لأنه إذا ما بعنا ما فينا ندعم. أكيد. فنحن دائما بنقول إن شاء الله هيك يكون خير عليهم. وأنا بدي أقول إنه وزارة السياحة مشكورة. نحن بالنسبة لنا عنا هالفترة السبع سنين يلي مدوا في كتير مشاريع صغيرة صارت محتاجة لدعم تسويق. فهلأ بالنسبة لنا وزارة السياحة عطت فرصة لهالمشاريع الصغيرة إنه يقدروا شوي ينطلقوا ويبيعوا، لأنه كلهم شاركوا هدول بالصمود، شاركوا بالنصر. في أمهات كتيرة، نحن بنعرف إنه الحرب أثرت اقتصادياً على كتير عيال، فالست يلي عم تدعم عائلتها كتير حلو نلاقي لها مصدر تسويقي. وهلأ هذا المعرض فرصة للتسويق، فرصة لأنه يصير في تبادل كمان بيننا وبين البلدان الثانية. يعني لما بيزوروا بيشوفوا منتجات ممكن ياخذوا منها، فهذا الشيء دعم للمرأة ودعم للمشاريع الصغيرة. عم يمرق معنا ست رحاب بعض من الصناعات اليدوية لمجموعة أم الشهيد، مرقت معنا هلا ضمن حديثك. خلينا نكفي عن المشاركة، عن التبادل اللي رح يكون بين الدول. والله أنا بتمنى، يعني بتمنى أنه من الوفود تزور قسمنا اللي هو قسم المهن اليدوية، لأنه أول شيء المهن اليدوية اللي عنا بسوريا كتير غنية. في عنا صناعات يدوية مهمة وما بدنا إياها تروح، بدنا إياها دائما مستمرة. أعمال اليدوية بكل العالم الهاند ميد هو الأغلى. أكيد. فعنا صناعات نحاس وخشب والأشياء هي. في ناس راحت ورشاتهم بالحرب وبلشوا، أنا شفت كتير منهم بلشوا بمشروع صغير وإن شاء الله بده يكبر. هلأ صناعات الزجاج، النحاس، الخشب، التعشيق هذا تبع الإزاز كتير حلو. بالنسبة لنا نحن كمشروعنا كورشة أم الشهيد عنا مفارش طاولات يعتبروا الفريدين، لأنه ما في قطعة مثل الثانية، بما أنه نحن تدوير أقمشة يعني، فما في قطعة مثل الثانية. بالإضافة عم يكون عنا جزدين للسهرة، جزدين للمكياج، وجوه مخدات، كلياتها من الطراز الرائع يلي كمان الأنامل تبع أمهات الشهداء ضافت عليها لمسة غير شكل. سيدة امتثال، يمكن مثل ما قلنا تحت الهواء حضرتك بعيلتك في 5 شهداء، يعني قدي في عندك قوة وصبر لجيرتي هذا الحزن، وهذا يمكن هو حزن ممزوج بالفخر وعطيتيه بشكل عطاء. بدي تحكي لي عن شو مشاركة بالمعرض وشو شعورك انت اليوم كأم شهيد عم تشاركي بمعرض النصر؟ هلا نحن يعني في حزن، بس كلي فخر اني انا من عائلة فيها 5 شهداء الحمد لله. مشاركتي بالمعرض مع مجموعتنا هذا أكبر فخر إلي وأكبر داعم لإلي إني أنا استمر وما انهزم، ما أضعف. يعني حسي حالك عم تعطي. حس حالي عم بعطي شيء. عم ابني مثلا قدم، إخواتي قدموا، أولاد أخي قدموا ووقف تقديمهم، أنا عم كمل. زوجة أخي كمان هيك، مرت أخي الثانية، يعني نحن عم نقدم شو ما بنقدر، عم نكمل هالمسيرة حتى يضلوا. يعني أنا هلأ لما بطلع بقول مثلا أنا والدة الشهيد تيسير، ما بقول اسمي لحتى يضل اسم ابني معي. اسمه خالد.
كيفك؟ الحمد لله. شو مشاركة؟ بالمجموعة نحن بالخياطة. القطع تطلع مفارش طاولات، ايه جزدين، مكياجات، شناتين. ايه نحن مجموعة أمهات شهداء مساويين. أكيد يعني الله يرحم جميع الشهداء، نحن بفضلهم مستمرين وبفضل صمودكم كمان رح نستمر. خلينا نحكي مدام رحاب عن الصناعات اليدوية يلي نحن رغم الظروف قدرنا انه نستمر بصناعاتنا اليدوية، قدرنا نستثمر يعني غير أمهات الشهداء. حتى أنا بعرف انه قدرتوا في عالم كمان ما عم تشتغل رحت بيوتها قدرتوا يعني تعملوا لها مثل شغل انه تقدر تشتغل بالصناعات اليدويه. خلينا نحكي عنها. يعني نحن المشاريع الصغيره دائما بندعمها للمراه. طبعا نحن السوريين مبدعين منذ الازل، وجدنا هالازمه فالابداع زاد. يعني الانسان لما بينضغط ممكن يتولد معه افكار جديده، فمبدعين السوريين بصراحه، وستاتنا من أرقى السيدات ومن أحسنهم تدبيرا سواء ببيوتهم أو بحياتهم الاقتصادية. فطبعا هذا الشيء خلال الأزمة أثر أنه يقدروا يعملوا مشاريع صغيرة يخترعوها ويبتكروها من لا شيء. يعني بالنسبة لنا نحن كمشروع الخياطة وتدوير الأقمشة من لا شيء، نحن كنا نقول للست تقول أنا محتاجة بدي دعم لحتى أقدر بلش، إلا لا ممكن بإبرة وخيط تبلشي. الإبرة والخيط ممكن يعمل لك قطعة، وهالقطعة ممكن تساوي منها وحدة ثانية، وهكذا. فدائما عنا ابتكار نحن. إذا بتفوتوا بتشوفوا المهن اليدوية بالفعل أشياء رائعة، سيدات ببيوتهم عم يعملوا فيه، وجايين من كل المحافظات، من سويدا ومن حلب ومن حمص، وكلهم مبدعين. فأنا بتمنى أنه دائما نلاقي الدعم من قبل المؤسسات الدولة، لانه بالنتيجه هذا اعمار بيقولوا صحيح صغير لكن بيكبر ان شاء الله. بده يكبر كل شيء ببلش صغير كمان ببلش صغير وبيكبر. وانا بدي نوه انه مو بس امهات الشهداء مشاركين، كمان في جرحانا مشاركين، في صامدون رغم الجراح. انا شفت عاملين ابداعات من الخشب، حفر على الخشب. حلو. فكمان جرحانا مشاركين. اكيد ان شاء الله كمان رح نستقبلهم. كل سوري صامد بهي البلد شارك بمعرض دمشق الدولي، لانه هذا بنعتبره نصر لنا. اكيد ست رحاب، كنا عم نحكي عن شغله مهمه اللي هي تدوير الاقمشه وتدبير امور يمكن العائلات السوريه اللي تضررت من هالحرب. خلينا نحكي انه كل قطعه عم نشوفها فيها يمكن قماش فعلا ليبلشوا من الصفر ويعملوا منتوجات، حتى ست البيت العاديه يعني اللي عم تاخذ كمان قوه من امهات الشهداء. اي هلا نحن مو بس التدوير، مو بس اقمشه مستعمله، ممكن اي قماشه جديده. لو فرضنا الست فصلت فستان وزاد عندها قطعه صغيره، فبدل ما تكبها ممكن تعمل منها شيء ثاني، قطعه مع قطعه مع قطعه، فهي بتعمل بالاخير قطعه كبيره. بس هي محتاجه لتكنيك، شويه ذوق، على شويه فينيشنج بالخياطه، الترتيب. يعني نحن بالنتيجه امهات شهداء بدايه ما كان شغلهم مثل هلا، هلا صاروا متفوقات بالنسبه عالميا. نحن انا دائما بشوف المقاييس العالميه. نعم. يعني يفترض يكون الشغل نظيف، يكون الفينيشنج مرتب. تمام. فهذا الشيء بيتعلمه مع التدريب الواحد، فحتى نقدر نحن ننافس السوق. احنا لما بدنا نطالع نصدر او شيء لازم تكون منتجنا ممتاز. تمام. يعني ست رحاب مثل ما قلتي بابره وخيط بديتي. بابره وخيط من تمام. تماما. ست امتثال، شو اضاف لك هذا الشغل، هذا العمل؟ هلا يعني بديتوا انتم بشغلات وبلشنا نتطور، قديش شعورك كان جميل بالعمل الجماعي، بانه انت حدا منتج، واكيد كل سيدات سوريا منتجات، بس قديش اضاف لك هذا الشيء من عزيمتك من صمودك؟ اعطاني دعم كبير، كثير اندعمت. اول ما بلشنا قلنا اعملوا هيك، طلع الا يعني ما تزبط، لا ام بلا بتصير، الا هي حلوه مع هي، انا ما عندي فكره، هي ما شاء الله. اللي ايه ارجع على البيت، والله يعني ما بكون مقتنعه، ارجع طبق. ومثل ما قالت مدام ريحاب ما شاء الله تطلع شغله حلوه، والله يعني مع الاستمراريه صار تمام، صرت هلا بعرف ساوي. تمام.
اشتغل يعني طبق قطع ساوي قطع وخياطة نظيفة مثل ما بدها. لا الحمد لله، وعطانا دعم غير انه مادي، دعم معنوي لقدام، انك انت عم تشتغلي، انك مستمر، انت عم تنجي شيء لهالبلد، حاسه حالك انك انت عنصر فعال. أكيد. يعني مو مهمشين مثلا، يعني مستمرين بهالحياه، حياه مستمره. ويمكن كمان ست رحاب هي مهندسه ديكور اللي ما بيعرف، فعندها يمكن كمان نظره ممكن استفدتوا منها. خلينا نحكي كمان عن البازارات اللي قمتوا فيها لتسويق المنتجات، يمكن هذا المعرض كان اشمل من ناحيه التسويق لدول عربيه ودول اجنبيه، شافوا شغل المراه السوريه حتى ام الشهيد، انه ام الشهيد هي ما قاعده، هي عم تشتغل وعم تعطي بمكانها. خلينا نحكي كمان عن البازارات. هلا نحن قبل المعرض اكيد نحن ورشتنا لها سنتين، وما قبلها نحن بنحب دائما نتعامل مع المرأة السورية يلي بتشتغل ببيتها ما عندها تسويق، يعني بدها دعم. اليوم هالست اللي عم تشتغل ببيتها وعم تنتج لو قطعة صوف حابة تبيعها، طيب إذا ما عندها حدا يشتريها أكيد بدها تبيعها، فنحن لازم ندعمها. الدعم عم يكون عن طريق بازارات عم نعملها بسكية بالقلعة، بأماكن بتعني لنا كثير تاريخيا وحضاريا، يعني فعم يكون مناسبة لدعم المرأة إنه يشاركوا بسعر كتير رمزي مشان يصرفوا المنتجات، وبيصير هو عبارة عن بالأخير ملتقى تتعلم الوحدة من الثانية، تحسن نوعية شغلها، ممكن اثنين يتشاركوا مع بعضهم، فبالنتيجة بشوي ورا شوي الشغل بيكبر. من ولا شيء ممكن نعمل شيء، ودائما لازم ندعم الست السوريه لانه ام صابره وتحمل وصامده، فبالاخير الدعم واجب لها. اكيد نحن انا يمكن ما خبرتك لما بنقعد لحتى نكون عم نصمم القطع ونشتغل فيها في الاحاديث بنكون مجموعه طبعا اكبر من كبيره شوي، في الاحاديث كل وحده بتحكي سيره ابنها وبطولاته، وبتلاقي بالاخير صفينا بنكون بالبكاء بنصير عم نضحك، فهذا عم يطلعوا من هذا الجو تبع الحزن عم ينتجوا. هذا كثير شيء بيساعدهم، ومو بس كأمهات سوداء، يمكن كلياتنا تأثرنا بالحرب، كلياتنا بنشعر انه في شيء جواتنا غصب، فلما عم نكون عم نشتغل هذا الشيء بيعطينا دعم وقوه وصبر. وهلا طبعا نحن بختامها، وان شاء الله هيك يا رب تكون سوريا دائما، انا بسميها نجمة الكون، يعني وتضلها نجمة الكون. أكيد طبعا هذا صمود السوريين، هي المرة السورية عبر الأزمة أثبتت وجودها، أثبتت أنه هي مرة فعالة بالمجتمع، طبعا من ضمن العمل اللي عم بتقوموا فيه. طبعا مشكورين ست رحاب على هيدا الورشات، أو أكيد مشكورين أمهات شهدائنا على كل عمل عم يقدموه رغم كل شيء. كلمة أخيرة منك ست رحاب لكل اللي عم يتابعنا هلا. هلا أنا بدي وجه تحية لست جان سيد لأنه لها الفضل الكبير، بنوجه لها تحية، وبتمنى من الكل. طبعا نحن عم نشوف أعداد هائلة من العالم عم تزور المعرض، وبتمنى يمروا يدعمونا كسوق المهن اليدوية لأنه كتير مهم يشوفوا منتجات الناس اللي قاعدين مثلنا كيف عم يشتغلوا فيه، فالمعرض شيء حلو كتير، وإن شاء الله يا رب بتضل سوريا بخير ومنتصرة. وبنقول نحن كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله السنة الجاية المعرض حيكون أكثر وأكبر. قصدي إن شاء الله بإذن الله. ست انتصال كمان كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل أم شهيد ولكل مرأة سورية. بحب وجه تحية شكر للمدام أم خالد القلب الكبير اللي احتضننا نحن أمهات الشهداء، بحب وجه تحية لكل أم شهيد قدمت ابنها، وبقول لها لا تزعلي، هذا فخر ونصر وطول عمرنا إن شاء الله، والحمد لله فضل دماءه نحن انتصرنا، والله يديم سوريا، وإن شاء الله النصر قريب كثير، وانتصرنا بإذن الله بقيادة سيادة الرئيس. آمين يا رب. شكرا لوجودكم معنا، يعني سالي العطاء بمفهومه الكبير هو مهم، فكيف كان إذا من المرأة السورية أو أم شهيد فهو يمكن تخطت المرأة السورية حدود العطاء. شكرا لوجودكم معنا، موفقين كمان.